نحن اليوم طلعنا بمظاهرة بمدينة أعزاز. طبعا هاي المظاهرة يعني اليوم بيبدأ عم نستقبل عام جديد، عم نأكد على مطالبنا السلمية، عم نأكد على إسقاط النظام. واقفين كمان بهي المظاهرة جنب أهالينا بإدلب. طلعنا هون عشان نناهض حملة القصف الهمجية اللي عم بتقودها روسيا في إدلب ضد الشعب المدني الأعزل، وتهجير أكثر من 216 ألف مدني من مدينة إدلب. عموم هؤلاء الناس هنا هم نازحين من مجمل أنحاء سوريا، نزحوا بسبب هذا النظام، بسبب مطالبهم بالحرية، كذلك لكي يعلنوا تضامنهم مع أهاليهم في مدينة إدلب، وكذلك تعاطفهم مع أهاليهم في المعرة، ولكي يوصلوا رسائل إنسانية بضرورة تحرك المجتمع الدولي. خرجنا اليوم لنؤكد وفاءنا لشهدائنا الذين سبقونا على مذابح الحرية، خرجنا اليوم للمطالبة بالكشف عن مصير المعتقلين والمغيبين قسرا، خرجنا اليوم وفاء لأهلنا المهجرين قسرا على يد الآلة الهمجية الروسية وآلة الأسد المجرمة من المعرة وسراقب وريف إدلب وريف حماة.